بعد وناستي أمس من نجاح أو جزء من نجاح التركيب أمس في التيم يدحم بركب برة ثانية وأخذها بعد تيم من تيم أسباني أصفر بعد أخذني الحماس شوي قطعت هذا الغصن زين إحنا نشوف لي غصن في الأصل مقارب له حصلت هذه فبقصها من هني أو من هني بقصها هذه مقارب له بقصها من هني هذا السيدة هاي ما بخسر حتى ذي العقلة ما بخسر بعد بعقلها بسويها بس أنا بركب عليها هذي غصنة اللي بيركب عليها سنيت القلم هذي انتهت لي قصيتها وفتحت هذي الغصن هم ندخل لي ذي صار سامحوني يقول أنا بروحي ما حد يصور لي فبوقف قصير شوي فشوفوا ضروري يكون قصن قد بعض أنا لأن بيروح واحد الحين بعدين بصور عجبه داخله ضروري يكون الغصنين يعني الافضل انه يكون قد بعض تقريبا قد واحده وتصوير ايوه ما شاء الله تبارك الله فانا غلطه قبان شوفوا ما شاء الله ركب عليه بالضبط ما شاء الله تبارك الله فت الحين اجيب عليه التيب وتيبه تيبته حطينا بالتيب صكيته انا هذي العين بالعماله خليته طالعه لان ذي العين في الغصن الجديد المركب فعشان قلت سبحان الله يمكن بعد تطلع من هني الحمد لله ما شاء الله في عيون وايد فيها فشوفوا ما شاء الله تبارك الله يودوني شكلي كله بسويها عندي يعني انا شو انا ما اعرف انا هذه ثاني مره اسوي اول مره سويت في اللي من قبل شفتوني حطيت اللي هو في القصيص بس وهذا ثاني مره هذه ثاني مره واول مره في شياره في ارض في غصون وايد فما ادري تنجح ولا ما ادري انا اشوف الشباب مثلا اللي يسوون حق الشياره ينقصها من هني يذعه ويشيل كل الغصون ويركب عليه انا ما بسوي بسوي هالطريقه نجح الحمد لله ما نجح ترى امر طبيعي يعني مو بس مو خلاص يعني القرقشه ما وراها خساره ونتعلم من اخطائنا واخطاء الاخرين كلنا يعني هالطريقه الحين بشوف لي غصن ثاني بعد بركبه كم مستن ياخذك الحماس مصيبه عندي هاتين براون تركي وضع فيها صيص كنت سويت تقريبا اخر واحده واخذ منها بعد غصن هذه غصنها صغير قد الصبع يعني تقريبا بس شوي اطول نشاط لكن بنجرب واركبها في ذي الغصن هذه الغصنين شوفوا تقريبا قد بعض فا اوكي السمك متقارب ممتاز فهذه بعد قدرنا ندخله الحمد لله قد شغله حلو دخلت الغصن تركيب بس سبحان الله عندي احساس ان هذه ما بينجح ماري وايد تعبني لان الغصن صغير ومتين وهذا طلع اضعف شوي للحين خضر يعني لين ذكري هذه غصن البراون تركي واركب عليه التيب الازرق شوف انت التغيير شوي ما عندي حمر نحط له الازرق وهذا عقب ما تيبنا براون تركي طبعا تاريخ اليوم 10 مارس 2022 يوم الخميس فان شاء الله امور طيبه. هني ركبت بعد قسم ثاني او ثالث هذه بعد اسباني اصفر بس على هذه الاشياء غير هذه ثاني هذه شنو مستعين نركب فيها ذيك. هذه حنركب بعد ثاني هذه اسباني اصفر. الله كريم. هذه ما شاء الله زين ركب. حطيناهم بالاكياس. هذا براند تركي، هذا الاسباني الاصفر، وهذه الاسباني الاصفر. احنا نغطيهم بيه عن الشمس، يكون سجل عليهم تاريخ يوم. هذا غطيناهم فكان تاريخ اليوم 10/3/22 هذا الاسمان الاصفر وهذه بعد الاسمان الاصفر الله يرزقنا اياكم منهم طبعا ذيلا تركيبين على شيارة واحدة وهذا تركيب على شيارة واحدة وهذا تركيب واحد على شيارة واحدة بس ما عندي خصوم بس كتجربة اتعلم لو ضبطت معي السنة الجاية بشقق شو ما تتخيل يعطيكم العافية وما قصرت استودعكم الله